عبر عدد من المواطنين بمحافظات الجمهورية عن فخرهم بذكرى انتصارات حرب أكتوبر المجيدة. وتأتي الذكرى 51 لنصر أكتوبر العظيم لتؤكد من جديد أن مصر تمتلك قيادة وشعبا وقوات مسلحة قادرة دوما على الدفاع عن أراضيها. إنه الجيش المصري بذكائهم وقوتهم وتخطيطهم إنهم قدروا يعملوا إنجاز عظيم زي 73 عدى عليه سنين كتيرة ولغاية دلوقتي بنحتفل بيه عشان ده أعظم يعني انتصار بالنسبة للجيش المصري. والله هو انتصارات أكتوبر دي طبعا معروفة ودي عبر التاريخ وحاجة مشرفة للشعب المصري، ونتمنى دايما إن حتى بكل القلوب الشديدة الجامدة إن احنا بنوقف وبنقوي مصر بإيماننا وبعزيمتنا وكل النشاط والحيوية اللي عندنا. طبعا احنا يسعدنا وشرفنا ان احنا نحتفل بيوم زي يوم 6 اكتوبر، يوم عظيم مش تشهد ليه مصر وحدها، يشهد ليه العالم اجمع ان احنا قدرنا ان احنا نسترد حقنا ونسترد ارضنا بقوتنا وبكرامتنا وبعزتنا وبشرفنا، وكانت وما زالت مصر دائما في المقدمة. أهنئ شعب مصر العظيم بهذا الانتصار الكبير، انتصار يوم 6 أكتوبر سنة 1973، هذا الانتصار الذي أعاد لنا العزة والكرامة. كان عندي تقريبا 13 سنة ولا أنسى الوحدة بتاعت الشعب المصري خلال الفترة دي، بين سواء مسيحيين سواء مسلمين، الوحدة اللي كانت موجودة ودي كانت أحلى حاجة حصلة في مصر. احنا عصرنا انتصارات أكتوبر وكانت أزهى أيام في حياة المصريين، لأن بان تكاتف الشعب المصري ووحدته، وكان ورا جيشه اللي احنا بنعيشه الأيام دي. كل سنة وحضراتكم طيبين، وكل شعب مصر القوات المسلحة وكل المصريين بخير بمناسبة حرب أكتوبر المجيدة. حرب أكتوبر المجيدة التي أثبتت للعالم كله أن هي قهرت الجيش الذي لا يقهر، حطمت خط بارليف، أثبتت روح التعاون بين الجيش وبين الشعب، المقاومة الشعبية. كل سنة ومصر كلها بخير، ويا رب يجعل أيامنا كلها أعياد. بنقدم التهاني لفخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي القائد الأعلى للقوات المسلحة ولرجال قوات الله ولمصرينا الحبيبة التهنئة بهذه الذكرى العظيمة العطرة. احنا النهاردة بنحتفل بانتصارات اكتوبر. انتصارات اكتوبر ليست انتصار عسكري فقط، لكنه دليل على انتصار ارادة الشعب وقوته وتلاحم الشعب مع الجيش مع الشرطة مع العامل مع الفلاح. الانتصار لا ينسب الى جهة معينة، لكنه انتصار متكامل للشعب باكمله، وده دليل على قوة وتلاحم الشعب. الذكرى التي سطرت وعرفت العالم كله تلاحم الجيش والشعب ايد واحدة مع بعض، والانتصارات ما زالت مستمرة، وان شاء الله مصر تبقى في المقدمة، وحرب اكتوبر تدينا دفعة كبيرة الى الامام. نهني الرئيس السيسي على انتصار حرب اكتوبر والشعب المصري والجيش المصري كله على الحدث العظيم، ونتمنى ان شاء الله التقدم والازدهار لمصر من احسن مصر. طبعا احنا في يعني عيد قومي زي ما بيقولوا، احنا بنقول للقوات المسلحه كل سنه وانتم طيبين، ولشعب مصر كله كل سنه وانتم طيبين، وعايزين الشعب يكون داعم للقوات المسلحه وداعم للقياده السياسيه في ظل الظروف المحيطه كلها زي ما احنا شايفين بمصر. وفي مقوله زمان كانوا بيقولوا عليها اهالينا، البلد اللي ما تقدرش عليها اقدر على اللي حواليها. عايز نظره سريعه كده وانت قاعد في بيتك، شوف الدول اللي حوالينا وضعها ايه، شوف السودان وشوف ليبيا شوف فلسطين شوف سوريا شوف لبنان شوف العراق، هتلاقي ان انت قاعد في امن وامان واستقرار، واهل بيتك في امن وامان واستقرار. نصر اكتوبر ده كان نصر عظيم للشعب المصري والعالم الاسلامي والعالم كله، ويدرس بالجامعات والكليات الحربيه لحد الان. نهنئ الشعب المصري والجيش المصري لانتصارات اكتوبر، مش انتصار واحد هو انتصارات. هنئ قواتنا المسلحه بنصر اكتوبر العظيم، والشعب المصري ان الشعب المصري في ظهره جيش يعني قاهر الصعاب كلها، وبحيي الجيش المصري لان الجيش المصري ده يعتبر هو دلوقتي هو جيش الأمة العربية، مش جيش مصر بس،
هو ده جيش الأمة العربية بأكملها. حرب أكتوبر هي الحرب اللي أعادت لمصر وللعالم العربي كله العزة والكرامة، هي الحرب اللي أظهرت مدى قوة وعظمة الجيش المصري، هي أول نصر للعرب. طبعا نصر أكتوبر ده مناسبة وطنية كلنا بنفخر بيها، مش هنقول مناسبة وطنية بس، ده مناسبة تخص كل الوطن العربي وكل العالم الأفريقي، لأن النصر ده كان نصر كبير جدا بين مدى قوة الشعب المصري ومدى تلاحمه ومدى قوة القوات المسلحة المصرية، ومدى أن كلمة الشعب المصري دايما بتكون الكلمة العليا في جميع الحروب اللي حصلت على مستوى التاريخ. طبعا احنا بنشكر قواتنا المسلحة المصرية ونفضل طول عمرنا فخورين بيها وجزء منها، لأن هي رمز العزة والكرامة في العالم كله طبعا وعلى مستوى الوطن العربي والوطن المصري. وإن حرب 73 رفعت رأسنا قدام العالم كله ولا يمكن تتنسي أبدا مهما مرت السنين. هي حرب 73 غيرتنا من انكسار للانتصار، غير جيل كامل، خلتنا فخورين بيهم وغيرت، كانت غير حاجات كتيرة. احنا كنا زماننا دلوقتي لو الحرب دي ما حصلت عايشين في الانكسار والاحتلال. يا رب دايما مصرنا الحبيبة في خير وأمن وأمان وسلام، وهذه اللحظة الجميلة لحظة الاحتفال مصر الحبيبة بانتصار.